الفرده وفي المزرعه ديالي. المهم كنرحب بكم جميعا، كنقول لكم الف مرحبا، مرحبا بكم عندي عند جواد وعيشه. فلاح من الصغار، الروح ديالي هي الفلاحه وبصفه خاصه البقر، البقر ديال الحليب. والحمد لله مشات معايا المدام ديالي عيشه فيه، الحمد لله معاونين على الوقت حنا كاملين مجموعه، انا وعيشه، خاصه انا وعيشه من وليدات، راه كل شيء مشى كيقرا وحنا بقيت انا وعيشه هنا، كان انا اللي قابلوا المشروع ديالنا. كناش كنعرفوا بهذا المعنى، ان ما كناش كنعرفوا كيفاش الحليب، كيفاش البقر ديال الحليب، كيفاش خاصو يعيش، كيفاش خاصو ياكل. كنا مهم معذبين روسنا ومعذبين الكسيبه ديالنا. التغيير ديالي في هذا الشيء، في هذا الحياه كامله وفي هذا الدومين من 2016 بالضبط، في دخل الحليب بلادي ونونا وداروا لنا تكوينات في التعاونيات اللي كنا احنا ما شادينش يعني نقولوا الطريق، ولكن وجهونا للطريق بالطريق الصحيح. والحمد لله مع هذا المشروع ديالنا زادوا تبدلات داك الطريقه باش كنت كنخدم، ما نغسلش البقره الدرع ديالها، ما كنحلبش بالماكينه، ما كنشد البقره كنحلب عبر السطال، كنجيب العجور ردعهم وكنجمعوا البهايم في واحد البلاصه الاولاد مع البقرات، حتى حاجه ما داك الشيء عشوائي. Le projet Hlib Bladi, c'est un programme qui a été conçu justement pour les petits éleveurs. Parce que vous savez, ils représentent à peu près 70% de la collecte nationale. C'est central de les accompagner pour leur permettre de se développer, de se professionnaliser et aussi pour vivre dans la dignité. ايوا بالضبط، يعني حليب بلادي احنا بالنسبه لنا احنا يعني كانت واحد يعني استفدنا منه واحد الاستفاده كبيره 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 بزاف، لا في التطير ديال التعاونيه ولا في التطير ديال المنتجين. كان الهدف اللي عندها هي انها تخرج يعني المنتجين ديالها مما هو عشوائي، يعني على ان اساس انهم يتاطروا ويتكونوا. بالنسبه للخدمات اللي كتقدم التعاون يعني للمنتجين ديالها، كنحاولوا ما امكن باش نوجدوا للمنتج كل ما يحتاجه، كنحاولوا مثلا باش نوفروا ليه ماشي المعدات كلشي ولكن بعض المعدات بحال الالات ديال الحلب، الالات ديال التوليد. يعني بالنسبه للمنتجين حاولوا باش يديروا اسطبلات خاصين بهذا البقر. هذا الكوري اللي كتشوفوا دابا راه تغير واحد التغيير اللي هو اجمالي. من قبل كانت عندنا كوري واحد مسدود، ما كايناش التهويه، ما كاين شمس، كانوا بقيرات مربوطين، كانوا بقيرات صغار مع بقيرات كبار. من بعد ملي توسعنا وتقادت الخدمه، البقيرات ولاو كيشربوا على حسب الرغبه ديالهم واكتسبوا واحد الصحه مزيانه، وفي نفس الوقت الانتاجيه طلعت. انت كتخدم ديال البقره، تسيبهم، اربطهم، خرجهم، دخلهم، عاد مقابل هما ما باغينش هذيك الحراره ولا ما باغينش هذاك الكوري ولا هذاك الزم. ماشي بحال دابا، الحمد لله العجل مرتاح واخد راحته، كياكل وقت ما قال لي راسو، يشرب وقت ما بغى. بقره كذلك مرتاحه، كتبغي تاخذ الشمس كتمشي ليها، كتبغي الظل كتمشي ليه، الماكله كتبغيها كتبقى اللي بالتكوينات اللي استفدنا منها هي اللي خلاتنا ان الحليب يتزاد عندي، وخلات عندي ان الجوده تطلع. حين كاين مردوديه اللي تتزاد، كاين نشاط اللي هو كيظهر، ولكن في نفس الوقت كاين عقليه اللي كتختلف كتغير، كاين تاثير على التصرفات، على لي براتيك كوتيديان ديال لي بيرسون. وبالتالي ولينا كنلقاو ناس اللي تيهضروا على البيئه، تيهضروا على كيفاش يحافظوا على الماء، كيفاش دايره الوضعيه ديال الفرشه المائيه. وفي الشق البيئي اهم حاجه اللي تنحاولوا نخدموا عليها هنايا هو الارتفاع ديال المردوديه، والحاجه اللي قدرنا نوصلوا لها الحمد لله هنايا عند عيشه وجواد، بمعنى بما ان المردوديه طلعات عند بقره وحده، هذا كيعني انه لي زيميسيون ديال سي او 2 ولا ديال سي اش 4 غادي ينزلوا باغ ان لتر دو لي. Alors ce qui est clair, c'est dans ce type de projet où on a ces trois dimensions, la dimension filière, chaîne de valeur, valeur ajoutée, etc. On a la dimension de l'autre côté sociale et environnementale. Il fallait réussir à réunir un certain nombre d'acteurs qui puissent d'une part apporter une certaine expertise, d'autre part aussi être capable de travailler en collaboration. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire avec l'acteur privé, Centrale Danone ici au Maroc, Danone Ecosystem, la GIZ.
Et puis sans oublier les fondamentaux pour bien sûr y arriver, c'était les petits éleveurs et puis les centres de collecte. وتزدنا تبدلنا ما بقيناش ديك الخدمه اللي كنا خدامين بها ما بقاتش عندنا افضل كي يرجع الحليب لبلادي وبعيد ان شاء الله جميعا ماشي كامل انا ولا كنتمنى كاع الفلاح هذه وانه يكونوا بحد هذا المستوى ونتمنوا كاملين يديروا هذه المشاريع بحال ما هكا ونتمنوا كاملين نزيدوا بالبلاد وبالانسانيه القدام الحمد لله جمعاء هذا هو اللي كاين.